ازيكم يا مواليد برج العذراء؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج العذراء ليوم السبت 27 نوفمبر تشرين الثاني 2021. تفائل وتذكر كل يوم في الصباح ان القدر يخبئ لك شيئا جميلا. يشير هذا اليوم الى تجربة مهنية جديدة وازدواجية، ما هو انفصام بين اتجاهين. حدد خياراتك وكن واضحا ودقيقا في خياراتك وأفكارك. الأعزب، أفكار جديدة جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير لتحديد الخطوات وفقا للأولويات المحددة. المرتبط، لا بأس من اللفتة رومانسية تعيد فيها لهيب الحب حتى لو هدية صغيرة. لا تجعل التوتر يسيطر عليك، حالتك الصحية ستكون مرهونة بشكل كبير بقدر جهازك المناعي الذي يجب عليك تقويته بالقدر الأكبر من خلال عدم إنقاص التغذية السليمة على جسدك. توقعات برج العذراء للرجل، الحياة ليست بالسوء الذي تتصوره، هناك الكثير من الأمور المبهجة فيها، حاول الانتباه إليها فقط حتى تستطيع أن تهون على نفسك. انصحك أن تزن أمورك بعيدا عن صرفك لا أكثر من دخلك. توقعات برج العذراء للمرأة، الحظ إلى جانبك، فاستغلي هذا الوضع الآن. هل تبحثين عن تغيير في حياتك فقط لأنك تشعرين بالملل؟ هذا جيد، ولكن إذا كنت تريدين تنفيذ ذلك فبرجك اليومي ينصحك بأن تقومي بنفسك بهذه التغيرات، فلن تحدث من دونك. بالتأكيد إذا كنت تريدين شيئا جديدا يجب تركيز كل طاقتك عليه لطريقة الحصول به. عاطفيا للمرتبطة، الأمور مستقرة بينك وبين الشريك ولا خلافات في الأفق، فلا ضر من الخروج برفقته إلى مكان تحبينه. توقعات العلامة الأولى مواليد 23 أغسطس ل 3 سبتمبر. عن قريب ستواجه تحديات وعراقيل صعبة، وقد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده في المكان، وذلك سعيا للإخلال بتوازنك. توقعات العلامة الثانية مواليد 4 سبتمبر ل 13 سبتمبر. من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول ألا تفقد مزاجك وأعصابك. توقعات العلامة الثالثة مواليد 14 سبتمبر ل 22 سبتمبر. سيتم إعادة بحث وتقييم آرائك أو أعمالك بشكل من الأشكال. إذا لم تكن الأمور على ما يرام، قد يميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.